عند الفتن، ومن كان جاهلا فإنه يجب عليه الصمت، يجب عليه الصمت وألا يخذل أو يرجف أو يتكلم بما يسيء إلى دينه ويسيء إلى مجتمعه، فعليه أن يصمت ويعتزل هذه الفتن ولا يدخل فيها. هذه بينت أناسا كانوا ينتسبون للدعوة إلى الله، ولما جاءت هذه الفتن كشفتهم على حقيقتها، انحازوا إليها وصاروا يشجعون عليها ويدعون إليها، فتبين أمرهم. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما نحن ما نعرف هؤلاء إلا عند الفتن يظهر ما عندهم، هذه حكمة الله أن يبينهم ويكشف خفاياهم حتى يكون المسلمون على بصيرة ولا ينخدعوا بكل من ادعى أنه يدعو إلى الله، حتى يكون منهجه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة. هكذا الداعية إلى الله عز وجل على بصيرة. فلله الحمد والمنة، كم كشفت هذه الحوادث من أسرار وأستار كان ينضوي تحتها من يخدع الناس